في حفظه لحديثه، ولمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا أمثلة كثيرة جدا في تراجم رواة الحديث النبوي. وسبب ضعف محمد ابن عبد الرحمن هذا ابن أبي ليلى ليس هو من تهمة في نفسه أو سوء ظن في صدقه، وإنما هو بسبب ما عرى وتعرض هو له من ضعف في الحفظ بسبب انشغاله بالفقه. ولذلك فحديثه معرض للتقوية بشاهد من مثله أو بمتابع من مثله، فضلا عما إذا كان أقوى منه حفظا وضبطا، وحديثه هذا من هذا النوع. ولذلك قلت لكم في مطلع تلاوتي لهذا الحديث إنه حديث حسن، أي حسن لغيره.